العام بال25/10 2015 اجى الاعصار اللي كان غريب جدا، اول مره بيجي على بلادنا. انا عندي حمامات النايلون مع الحديد تدمر نهائيا. طار عندي 16 جمل حمامات النايلون كله، وانضرب الحديد في هاي المزرعه غير المزارع الثانيه. الخسائر اللي انا خسرتها من هذا تقريبا شبه الاعصار اللي صار مش اقل من 50,000 شيكل. يعني عندي حوالي 10 دنومات تخزوا، وعدتنا الزراعه انها بدها تنطينا وتساعدنا في هذا الموضوع، ولليوم احنا مستنى الوعودات. في من 2011 إن وعودات قديمه، اي سنه الرياح برضو في 2011 وما اخذنا ولا شيء، وهسه في 2015 من يوم الكارثه لليوم واحنا ننتظر بس ناخذ كلام منهم. الان المزارعين بيحكوا انه لم يستفيدوا شيء من 2011 لغايه الان. هذا الكلام غير دقيق. وزاره الزراعه بال 2011 وال 2013 قدمنا مساعدات عينيه لهؤلاء المزارعين، لكن كل شيء بالنهايه بيتعلق بالامكانيات الماديه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه. قامت وزارة الزراعة من تاريخ 25/10 بحصر الأضرار. في شهر 9/2016 اللي فات طلب منا وثائق من كل مزارع، قام كل مزارع بإحضار الوثائق المطلوبة منه، وتم رفع هذه الوثائق في شهر 10 إلى الوزارة، تحديدا إلى صندوق الكوارث والتأمينات. الآن هذه المعاملات موجودة بسموها على الساين 2، يعني جاهزة للصرف بانتظار السيولة المالية من وزارة المالية لصرف هذه المبالغ. مش شايفين هناك في اهتمام من قبل وزارة الزراعة على المزارع، في إهمال شديد. التقصير انه يعني بدنا نقول درجة اولى انه ما واقف جنب المزارع. انا اعتقد يعني المزارع اللي بيقول، يعني هو نفس المزارع بيقول اجوا وزاروني وثقوا الضرر واريد المساعدة اللي وثقوها. كيف لا يوجد اهتمام؟ لو لا يوجد اهتمام من قبل وزارة الزراعة بالتأكيد ما وصلناهوش. نطالب وزارة الزراعة ووزارة المالية انه يسرعوا في صرف مستحقات المزارعين. وتوعدنا الان انه يوم الثلاثاء القادم اذا ما صار رد انه نطلع على رام الله مجموعة مزارعين كمظاهرة سلمية مطالبة نطالب بحقوقنا.